والمشاهدين أهلا بكم إلى هذه الجولة المحلية. إذن بداية، احبطت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة بالتنسيق مع مصالح الجمارك محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة كانت بحوزة شابين مسافرين إلى تركيا، حيث تم كشف عملية التهريب بواسطة جهاز سكانير من أمتعة المهربين المغنيان، تم وضعهما بالأمن الولائي المحلي لاستكمال التحقيق. شمس الدين تعمل نصد التالي. تمكنت عناصرنا بفرقة شرطة الحدود الجوية وبالتنسيق مع مصالح الجمارك العاملة بالمطار بتاريخ 22/9/2018 من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة باتجاه اسطنبول يقدر ب 349,150 أورو، أغلبها من فئة 100 أورو، كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبتين لمسافرين جزائريين. العملية كانت ملصقة ما بين جمارك وشرطة الحدود. المبلغ الإجمالي هي 349,250 أورو. القيمة هي 48,895,000 دينار. الغرامة هي 97,790,000 دينار جزائري.